الجزء ده بتاع منحوتب الثالث، وعيد الاوبت من ناحيه من هنا ومن هنا، اللي هو منازل عيد الاوبت كلها ايه، سفن وبحر زي ما احنا اتفقنا. ايا كان بيعمل عمليه مشي وبعدين يبقى بحار وبعدين ينزل عند خنص ويطلع، عاد بصوت كان بري وهكذا. التماثيل اللي هنا موجوده، اول حاجه تصحح المعلومه، ده حجر جيري متكلس مش رخام ولا الابصر، ده رقم واحد حجر جيري. رقم اثنين، التماثيل من عصر مكتوب، اللي مكتوب هنا قدامنا رمسيس الثاني. ناس كتير راح قالت لا هو رمسيس الثاني، زي ما احنا لغينا المصطلح بتاع اغتصب الاثر، اعاد توظيف للاثر وكتب عليها اسمه وقال لك ده اصلا توت عنخ امون، ويقول لك البيبي فيس ومش عارف ايه ومراته معاه. دكتور ري جونسون السنه اللي فاتت كان هنا في معبد الاقصر وقال لنا حاجه، معلومه حلوه، التمثالين دول اللي هم في بلوك واحد ما كانوش موجودين هنا، كانوا موجودين في جزء جوه، وكان الراس التمثال الثاني من غير راس، شفت حتى من عند الرقبه هنا ما كانتش مرمم. في يوم من الايام دكتور ري جونسون ليه 30 سنه في المعبد ده هنا بيشتغل، 30 31 سنه ماشي، في يوم من الايام كان في متحف القاهره وكان في المتحف في المخازن اللي تحت، لقي راس راح فكر قال لك ليه الراس دي بتاعت التمثال ما تكونش بتاعت التمثال اللي هو موجود في المعبد اللي انا شغال فيه. فعلا راح عمل اذن وجاب الراس دي وركبها وطلعت هي متطابقه مع التمثال، يبقى نجح انه يعيد الراس دي من 17 سنه. تمام، جاب الحته بتاعت الراس دي وركبها تاني. النظريه الجديده يقول لك ده مش توت عنخ امون، ليه يا عم الحاج؟ قال لك طبقا للدراسه اللي عملها مع التيم وورك اللي هو بتاع دكاتره التشريح، عمل ايه؟ قال لك الفن في التمثال ده العرض بتاعه اللي هو المنكبين اللي هو الحته بتاعت الكتف دي ما تدلش على واحد تينيجر، لازم ده يكون اوفر الايج بتاعه عالي، يعني ما فوق ال 20 وال 30 وال 40، يعني راي كبير بتتميل الحتت دي والكلام ده. احدث الاراء اللي هي مرجحه بيقول لك ده الملك اي، تمثال للملك اي ومراته تي، مراته لان اخته تي مراته من الحوت الثالث وكمان مراته دي. تمام، والتمثال معاد توظيفه من عصر رمسيس الثاني. دي المعلومه اللي ايه اللي حاليا بتتقال، عاوز تحتفظ بتوت عنخ امون اوكي، عاوز تحتفظ بالمعلومه الجديده وتضيف الحته بتاعت الراس اوكي. اللي باقي ده اللي هو في الشكل امون، تمام، اللي هو ربما برضه يقال ان هو توت عنخ امون او اي تمثال في الكرنك، وشبه اكتر التمثال اللي هو في متحف لوكسور نفسه. لو انت ركزت ده غير ده على فكره في الملامح والكلام ده، ده توت عنخ امون اقرب لان التمثال اللي في متحف لوكسور في المدخل اللي هو واقف زي كده نفس الشكل وبياخد الشكل بتاعه. لا ده برضه بيقال ان هو ايا كان حطب الثالث تحتمس الثالث بنقول عليه غير معروف ايا كان، وممكن يقول لك حور محب. في القاب هنا حور محب يا اخواننا موجوده، اللي هو ايه اللي هناك ده اللي هو جسر خبرو راع ست بن راع، والثاني حرق محب حور في عيد، ده هو ده حور محب. ده حور محب عمل ايه؟ شال القاب وشال توت عنخ امون او اي خلى حاجه بسيطه منه، وفي اضافات هنا على اعمده زي ما احنا شفناها من الناحيه الثانيه لما كنا ناس نشرح المعارك الحربيه سيتي الثاني، وفي نقش السيتي الاول اعاده ترميم، وفي رمسيس الرابع او السادس، السادس برضو لقبه موجود. اللي همنا عاوز تعرف اسم توت عنخ امون هنا ازاي؟ لا لا هو ملك بشكل عمود، لا 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 يا ملك. تمام، بص يا اخوانا هو مش هيوضح هنا، المهم في النهار، في النهار يا اخوانا بص بص المربع المكسور في الحيطه ده اللي هو قصادي. تمام، في الهتين بجناح كده، بين الجناح في خرطوش صغير اللي هو نبخ برورع توت عنخ امون. المكان الوحيد اللي في المعبد اللي فيه اسم توت عنخ امون اللي هو بص المربع المكسور ده، فوقيه على طول في الهتين بالجناح بين الجناحين زي كده بالظبط. لو انت ركزت بالنهار او انت لو رحت دلوقتي هتلقى ايه لقب صغير اللي هو النب خبرو رع، المكان الوحيد اللي فيه اسم توت عنخ امون في المكان ده كله. في المتحف المفتوح فيه اسمه هناك في الكرنك فيه.
في انت رايح خنصر، بس المكان الوحيد اللي صعب الاقصر اللي هو اللي هناك ده، تمام؟ تحت الجناح الصغير الجناحين لو انت شايف المربع، وفي لهتين اللي هم الجناح حته صغيره نبخ بروه رع اللي هو صوت عنخب.